اشوفكم طلاب، ان شاء الله تكونوا بخير. انا دكتور معاذ، راح نشرح اليوم ماده الاورجانيك كيمستري، موضوع الكحول وطلاب طب الانبار. راح تكون هي اول محاضره لكم ان شاء الله، وراح اتفقت ويا دكتور اسامه اللي هو مسؤول عن القناه، ممكن انه يشرح لكم تشريح وبقيه المواد، بس هذا ممكن يكون شيء تجريبي يعني لكم. الكحول إذا ماخذين الأورجانيك كومباوند اللي هو المركبات العضوية، المركبات العضوية هي مركبات تحتوي على السي والإتش، تمام؟ وبها مشتقات. شنو مشتقاتها؟ الكحول أول يعتبر من أهم مشتقات الأورجانيك كومباوند، إذا هو أورجانيك كومباوند. Too many people الكحول mean intoxication drink، شراب يسوي توكسيك بالجسم، نعم. ولذلك مدمني الكحول يلاقي عندهم سيروسيس يصير بالليفر، تليف، يصير عندهم تلف بالدماغ وغيرها. اني شلون اعرف ان هذا المركب كحول؟ اعرف هذا المركب كحول كالاتي: اني الاورجانيك كومباوند قلنا تحتوي على سي و اتش، تمام، سي و اتش. من الاقي بالاورجانيك كومباوند او اتش، سي و اتش مرتبط او اتش، اكو او اتش، اقول عليه هذا كحول. طبعا هاي المجموعه يسموها هيدروكسيل جروب، تمام. من الاقي هيدروكسيل جروب مرتبط بالهيدروكربون، الهيدروكربون اقصد به السي والاتش، اقول هذا كحول، تمام. اذا الكحول هو هيدروكسيل جروب يرتبط بالسي والاتش، طبعا هاي المجموعه يسموها الكيل، يسموها هيدروكربون، تمام. هاي تسميتها، فخاف تسمعون الكيل معناتها سي مرتبطه باتش، سلسله، تمام. راح ناخذ الكلاسيفيكيشن اند نيمينج اوف الكحول، تقسيمات الكحول، شلون يسمون كلاسيفيكيشن اوف ذا كحول. الكلاسيفيكيشن الكحول ينقسم الى ثلاث اقسام، يسموه برايمري الكحول وسكندري وتيرشري. برايمري اولي، شنو اولي؟ الاو اتش ترتبط بسي والسي مرتبطه ب 2 اتش، اقول عليه هذا كحول اولي برايمري. اذا الاو اتش ترتبط بسي والسي ترتبط ب 2 اتش، شو اقول عليه؟ هذا اولي. اذا الاو اتش ترتبط بسي والسي ترتبط بH وحده فقط، ومن الجهه الثانيه اكو سي يعني صاير مركب، اقول عليه هذا شنو هو؟ كحول ثانوي. والثالثي الاو اتش ترتبط بسي والسي ترتبط ولا اتش، ولا اتش بها، نقول عليه هذا ثلاثي، تمام. هسه الكلاسيفيكيشن اما برايمري الكحول، سكندري، تيرشري الكحول. ناخذ مثال او اتش CH CH3 CH3. الـ OH مرتبطة بـ C والـ C مرتبطة بـ H وحدة، هذا نقول عليه ثانوي، سكندري الكحول. ناخذ حلقة، بكل التقاءين يمثل لـ C، تمام. الـ OH مرتبطة بـ C والـ C مرتبطة بـ كم H؟ واحد، هذا أقول عليه ثانوي. ناخذ مثال إيثانول، الـ OH مرتبطة بـ C والـ C مرتبطة بـ 2 H، شو أقول عليه؟ أولي، تمام. الـ OH ترتبط بـ C والـ C ولا H حواليها، أقول عليه ثالثي. خلصنا؟ زين، نلاحظ الـ naming of الكحول، تسمية الكحول. الكحول يسمى بطريقتين، الطريقة القديمة أو يسموها الـ common name،
الكومن نيم اول ما اريد اسميه، خلينا ناخذ مثال مثلا، مثل هاي السلسلة. اذا كانت السلسلة طويلة غير متفرعة، يعني ما عندي هنا سي اتش 3 وهنا سي اتش 3، هاي غير متفرعة يسموها سلسلة طويلة، نحط حرف ان اصغر. تمام، ان معناته شنو؟ هو سلسلة طويلة غير متفرعة. تمام، وراها نيجي نحسب كم سي عندي، 1 2 3. انا اذا عندي سي وحدة اقول ميثان، 2 إيثان، 3 بروبان، أنا بروبان. تمام، زين، ناخذ مثال آخر. هنا أنا سلسلة طويلة غير متفرعة N، كم سي عندي؟ 1 2 3 4 5. إذا 1 ميثان، 2 إيثان، 3 بروبان، 4 بيوتان، 5 بنتان. تمام؟ زين. إذا كانت ال ال نعم، إذا كانت السلسلة متفرعة أسش عندي كحول، سلسلة غير متفرعة. تمام، بها أو أتش عن كحول، أحط N، 1 2 3، ما علي بلو اتش، شنو بروبان. عندي مجموعة كحول، من عندي مجموعة كحول دائما احذف الاي الاخير واحط بداله اول، دلالة على وجود الكحول، فيصير اني بروبانول. تمام، ناخذ مثال اخر، CH3 CH2 CH2 CH3. تمام، ولكن CH3 وجهنا أنا سلسلة متفرعة، شوف بها تفرع CH3، كم تفرع بها؟ 1. إذا عندي تفرع 1 أقول آيزو، إذا عندي تفرع 1 أقول آيزو، كم سي؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4، حتى التفرع أحسب، بيوتان أحذف الإي وأحط مكانه أول لأن عندي كحول. تمام، زين. إذا عندي تفرعين مثل CH3 CH3 CH2OH، طبعا هاي ما CH2 يعني سلسلة بيها تفرعين، اكتب من الاقي تفرعين اكتب سك، احسب كم سي عندي؟ 1 2 3 4 5، بنتان. بما انه انا عندي كحول فاحذف الاي واحط مكانه اول، سك بنتول. تمام، اذا عندي 3 تفرعات، اخر مثال يتقايد سي هاي السي متفرع منه 3 تفرعات، أقول عليه تيرت، 1 2 3 4، بيوتان أول، أول لأن عندي أو إتش.
تمام؟ هذا يسموه الكمون نيم. زين، راح نجي على الايوباك نيم اللي هي التسمية النظامية او التسمية يسموها الحديثة. الايوباك نيم ناخذ مثال نشرح عليه. راح مثال ثاني غير هذا. من يريد نسمي بالأيوباك نيم، ايش عندي؟ عندي قوانين. اول شغله يقول ان اختار اطول سلسله. نرقم من السي الاقرب للاو اتش، اما الرقم من او من ان، هاي السي اقرب للاو اتش، فاقول من ان 1 2 3 4. نسمي التفرعات، احط الرقم، يعني هسه انا ايش كم تفرع عندي؟ 1 ويا رقم 2 2. شنو التفرع مالتي؟ مثل سي اتش 3 يسموه مثل فازه. وين عندي نوع تفرع؟ عندي الـ OH. وين تفرعها؟ وين رقمها؟ بواحد واحد. أسمي السلسلة الأساسية اللي هي 1 2 3 4 بيوت، بيوتان all، أحذف الـ E وأحط all دلالة على وجود الكحول. مثل عندي هذا المثال. نختار أطول سلسلة. نرقم، تمام، نرقم من السي القريبة للـ OH. نسمي التفرعات. وين عندي تفرع رقم 2؟ عندي CH3 CH3. 2 هاي كم CH3 عندي؟ 2، فاثنين اثنين برقم 2 عندي 2 سي اتش 3 2 2. داي يعني شنو؟ 2 مثل، لان اثنيناتهم مشابهين. مثل، تمام. السلسله الرئيسيه الاو اتش وين؟ برقم 1. السلسله الرئيسيه 1 2 3. بروبان. هاي اذا كانت سلسله وليست حلقه. اذا عندي حلقه مثلا، خلينا ناخذ هذا المثال. واحد، تمام، هذا سي، نانا سي، نانا سي. نرقم من الأقرب إلى الـ من الـ OH. هاي السي الأقرب، 1 2. ما يصير أقول 2 3، لأن هذا التفرع راح يأخذ رقم كبير، فأقول 2 3، تمام. وش باتجاه التفرع دائما؟ أسمي التفرع برقم 2 عندي مثل. او اتش بيا رقم طبعا 1. هسه انا ايش اكتب؟ قبل ما اكتب الاسم الرئيسي، وهي مو 1 2 3 يعني بروبان، لا اكتب سايكلو يعني حلقه، حتى اميز انه حلقي سايكلو. برو بان اول دلاله على وجود هذا الاكسيد. ناخذ مثال اخر، سي اتش 3 CH3 CH3 CH2 CR. أطول سلسلة هاي نرقم من الأقرب للـ OH. منا لو منا منا، لأن يأخذ رقم الـ OH يأخذ رقم 2. نسمي التفرعات. طبعا الـ OH ما أسميه بالأخير، آخر تفرع أخليه. هسه انا شو عندي تفرع؟ عندي تفرع المثل وعندي الكلور، يا هو قبل اسميه.
السي قبل لو الام قبل على الاحرف الابجديه السي قبل. اذا يصير واحد واحد كلورو. برقم ثلاثة عندي تفرعين مثل، اقول ثلاثة ثلاثة داي من صحة مثل الحلقة الرئيسية اربعة بيوتا، لا قبلها قبلها الاو اتش وين صاير برقم اثنين متصل بالسي بي رقم اثنين، فاقول اثنين بيوتا نول. تمام زين نكمل. راح ناخذ هذا المثال، عندي هاي السلسله طبعا هذا سي نانا سي نانا سي نانا سي حتى من نترقم نرقم من الاقرب للاو اتش من نانو من نا. هاي راح اخذ هالسلسله الطويله وذني تفرعات واحد من نانا اثنين ثلاثه اربعه برقم واحد شنو عندي هذا التفرع واحد شو اسمه واحد كم سي بي كل التقاء ان سي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بي خمسة سايكلو ومحلقي هيك ستة هيكسان هيكزل لان تفرع اسمه هيكزل. زين نكمل شنو عندي توم تفرعات عندي او اتشين برقم واحد وبرقم ثلاثة واحد ثلاثة تمام شنو هو واحد اثنين ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة بيوتان. زين بعد الاول كم او اتش عندي اثنين داي تمام. زين لحد هنا خلصت التسمية عرفنا شو نسميه بدنا ايوباك والكامون نيم. الايوباك سهلة مو الايوباك سهلة مو صعبة. رح ناخذ الفيزيكال بروبرتيز اوف الكحول نقرأ ونشرح. موس اوف كامون الكحول are colorless liquid. أغلب الكحول هي colorless يعني ما بها لون، سائلة at room temperature. مثل الكحول اللي هو CH3OH، أثل الكحول اللي هو CH3CH2OH، and isopropyl الكحول. isopropyl يعني أكو isopropyl شلون الرسم خلينا نقولكم شلون الرسم. هذا يسموه ايزوبروبيل الكحول. هاي المركبات are free following liquid with fruity odors كرائحة الفاكهة تمام. هاير الكحول الكحول اللي تحتوي على اربع سيات من اربع الى عشر سيات يعني مثلا تحتوي على CH3CH2CH2CH2OH مثلا هي خمسة او تحتوي على ست سيات او سبعة او ثمانية او تسعة او عشرة شو تكون are somewhat viscous يعني شوية ثخينة احنا نقول عليها او oily شون الدهن شايف الدهن شوية يكون ثخين تمام تكون شوية بها ثخن لزوجة and heavier fruity odors رائحة الفروت تكون قوية حيل مالتها. some of higher branch الكحول الكحول يكون اللي يحتوي على سيات اكثر من عشرة ويكون برانش متفرع بتفرعات هذا الشيء يكون ار سوليد. هسه من اربعة الى عشرة شيء يكون اويلي وبشوية فيسكاس والاكثر من هذا الشيء يكون سوليد. البولينج بوينت
of alcohol are much higher than alkan. الالكان تعرفوا شنو الالكان؟ الالكان سلسله تحتوي على CH وبيها single bond تمام فقط يسموها الكان هي احد مركبات العضويه حمات. With similar molecular weight for ethanol يعني يكون البوندنج بوينت مالته على نفس المثال مثلا هذا شنو نوع من انواع ال CH3 هذا مو الكان خليله OH CH3 CH2 OH هذا البوندنج بوينت اعلى منه مع انه هذا نفس السيات بس ال OH هو الفرق عندي تمام خلى عليها مور بوندنج بوينت. For example, ethanol with molecular weight 64 has a boiling point 78 whereas بينما البروبان molecular weight مالته 44 بس boiling point مالته ناقص 42 CDZ حيل قليل شوف الفرق فرق شاسع جدا بين boiling point مال الكحول والإلكان. شنو سبب البوندنج بوينت تكون قويه؟ السبب انه الـ OH اللي موجوده داخل المركب راح تكون عناصر هيدروجينيه بين المركب راح تكون عناصر هيدروجينيه مع الماء. شلون؟ هاي CH3 CH2 مثلا او اتش هاي الاو تكون عنصر ويا هذا الاتش هنا تمام فهاي العناصر يسموها انترا ضمن المركب داخل المركب هاي العناصر شوي تكون قويه فنحتاج الى حراره عاليه عشان نكسرها لذلك يزداد عندي البولينج بوينت في الكحول. اكسجين اتوم اوف سترونجلي بولرايز او اتش بوند كحول بول الكترون دنسيتي اواي فروم هيدروجين اتوم This polarized hydrogen bear partial positively charged from hydrogen bond with pair non-bonding electron on another oxygen atom. تمام. يقول لي هاي CH هاي ال OH ال OH وال H ال OH عنده electron negativity عالية. electron negativity شنو أقصد بيها؟ كهروسلبية. كهروسلبية قابلية الأتوم على سحب الإلكترونات هذا الكهروسلبية مالته عالية فشي يسوي يسحب الإلكترونات بهذا الاتجاه يسحبها من الـ H بهذا الاتجاه يصير شحن تسالب لأن الإلكترون شحن تسالب وهذا يصير بوزيتيف هذا مو نحطه بالماي الماي شنو H الماي هو O H2O العفو H2O الـ O مرتبط بـ 2H هاي مو مكونة لبوزيتيفلي تشارج هذا الماي نفس الفكرة بيهمات او الاو نيجاتيفلي تشارج راح يكون لي عناصر هنا تمام هاي العناصر راح تتكون بين الهيدروكسيد جروب مال الكحول والاو مال الماي راح تخلي ذوبانية الكحول بالماي تكون عالية ليش لان كونت هيدروجين بوينت وكذلك راح تخلي البولينج بوينت عالية فهاي كذلك يعلل لي الذوبانية ويعلل البولينج بوينت. Water and alcohol have similar properties because water molecule contain hydroxyl group اللي هي OH أو مو H2O يعني OH و H أكو زين زين that already can form hydrogen bond with other water molecules and with alcohol molecules هاي شلون تكونت الأصل مثل ما شرحناها زين الكحول يقول لك الكحول يكون لي عناصر هيدروجينيه مع الماء وشرحنا شلون تصير العمليه they tend to be relatively soluble in the water لذلك يكون الكحول ذائب بالماء ليش ذائب بالماء لان يكون هيدروجين بوند ويا الماء تمام the hydroxyl group is referred to as hydrophilic water loving and because it forms hydrogen bond with water نفس التعليم الـ OH متكون عناصر هيدروجينية إذن هي تعتبر محبة للماء لذلك تذوب بالماء لذلك الكحول هو يذوب بالماء لأن يحتوي على OH group قال الميثانول إيثانول أنبروبل الكحول أيزوبروبل الكحول and tertibutyl الكحول
are unmissable with water. كلها من الذوب ذوبان كامل مع الواتر. الكحول with higher molecular weight can be less water soluble. يعني من اني اقول شوف CH3OH هاي ذوبانيتها عالية، من اخلي هنا CH3 اخرى، من اخلي اني CH3 اخرى تقل، من اخلي CH3 تقل، لان هذا اللي غير ذائبات بالماء، كل ما اكبر هيدروكربون تقل، تقل ذوباني راح تقل يصير غير ذائب بالماء وراها، تمام؟ كل ما زادت الهيدروكربون تشين كلها بالهيدروكسيل جروب او بالكحول كومباوند كل ما قلت الذوبانيه. هاي معلومه ضروريه تفهموها، تمام؟ هاي شو راح تتكون الاواصر الهيدروجينيه بين جزيئات الماء مع الكحول. شوف الكحول عنده او اتش والماء بي او اتش اتش، هاي الاو تكون اصرع، العفو الاو تكون ويا الاتش وهاي الاو تكون ويا هاي الاتش، تمام؟ اواصر الاورجانيك يكون ذاك. هسه راح نجي على موضوع تحضير الكحول، شلون احضر الكحول بالمختبر كيميائيا، شلون اقدر احضر الكحول. يحضر الكحول بعدة طرق، راح ناخذها طريقة طريقة ان شاء الله. اول طريقة هي الهايدريشن، هايدريشن اوف الكين. خل افتهم شنو الكين، شنو الهايدريشن؟ اضافة مي، تمام؟ الكين مركبات هيدروكربون، تمام؟ مركبات هيدروكربون تحتوي على C وال H C H C H، بس اكو دبل بوينت بين C وال C، تمام؟ من الاقيش مركب اقول عليه هذا الكين، مو الكان، الكين، الكان فقط سنجل بوينت. من اسوي له هيدريشن احوله الى كحول. ناخذ مثال CH3 CH اصرتين CH2، هذا الكين. من افعل ويا مي، المي هو HOH، يجي وين التفاعل يصير؟ التفاعل يصير هنا، ليش؟ لان الفانكشنال جروب مال هذا المركب هي الدبل بوينت. شنو الفانكشنال جروب؟ هي فد ميزه للمركب، يميز هذا المركب. هسه الاصر مزدوجه ميزت لي انه المركب هو الكين، وهي كذلك الفانكشنال جروب هي اللي يصير لها التفاعل، لان هي المور افكتيف، تمام؟ هي يصير لها التفاعل. فتنضاف H إما هنا أو هنا، والO H إما هنا أو هنا، وين أضيف H؟ يضاف ال H حسب قاعدة عالم ماركي كينوف ما اسمه، هو عالم يعني، قال القاعدة إنه نضيف ال H إلى C التي تحتوي على H أكثر، العفو هنا. شوف هاي إيش كم H؟ اثنين، هاي واحدة، نضيف ال H على C التي تحتوي على H أكثر، والاو اتش على السي التي تحتوي على اتش اقل، فيصير سي اتش 3 وتنكسر الاصره سي اتش او اتش. هاي الاصره تنكسر لان ضفنا ايونين، وهنا ضفنا اتش صارت تحولت من سي اتش 2 الى سي اتش 3، كون لي كحول، تمام؟ اذا الطريقه الاولى هو هايدريشن اوف الكين. الطريقه الثانيه هي رياكشن اوف الديهايد اند كيتون. يقول أنا من أجي أفاعل الألديهايد مع الكيتون أقدر أكون كحول، أو العفو reduction of aldehyde and ketone، اختزال الكحول واختزال الكيتون راح يكون لي كحول. زين نجي شوي ننتبه، عملية الاختزال هي عملية إضافة هيدروجين للمركب. الألديهايد هو المركب الذي يحتوي على المجموعة الوظيفية هاي، من ألاقي مجموعة وظيفية هاي أقول هذا ألديهايد، والكيتون من ألاقي مجموعة وظيفية هيجي ما يمها SH أقول عليه كيتون، هذا كيتون، هذا ألديهايد. اختزال الألديهايد يعطيني كحول أولي، تذكروني كحول أولي OH ارتبط بC بها 2H، واختزال الكيتون يعطيني كحول ثانوي، تمام؟
هسه اختزال الكحول، اختزال الالدهايد يعطيني كحول اول، والكيتون كحول ثانوي. نيجي ناخذ مثال، هذا شنو هو الالدهايد؟ من اسوي له اختزال بوجود الليثيوم الالومنيوم هيدروجين ووجود جزيئتي الماء، الاختزال هو راح اضيف اتش هنا واضيف اتش هنا، تمام؟ فش يصير؟ يصير CH3CH2C. الاو ضفت لها اتش صارت او اتش، والاتش هاي ضفت لها اتش صارت اتش2 كمان كحول الاولى. هذا شنو الكحول الثانية هي مرتبطة بسي بيها 2 اتش كيتون. هي اول اختزال اضافة اتش، تمام؟ CH3 مثلا C دبل بوند O CH3، هذا شنو هو؟ كيتون. من اختزله راح اضيف اتش هنا واتش هنا، راح يصير CH3 C O H H CH3 كمان لي كحول كمان لي كحول ثانوي، لان ال O H ترتبط بالسي ما ترتبط بالاتش، تمام؟ هذا الريدكشن الاختزال. اخذناهم ذني يسمونهم عمليات تفاعل الكحول، العفو عمل تحضير الكحول. حضرنا الكحول بطريقتين، طريقه جدا سهله. راح نيجي على رياكشن اوف ذا كحول، الكحول ويا من يتفاعل، ومن يتفاعل شنو يعطيني؟ يسموها رياكشن اوف الكحول. اول تفاعل هو الديهايدريشن، من اسمه دي هايدريشن، هايدريشن إضافة الماء، ديهايدريشن إزالة الماء، أزيل جزيئة ماء. شلون؟ ناخذ مثال CH3 CH2 لا CH OH CH2 CH3 راح أزيل جزيئة ماء، أشيل ال OH هو جزيئة الماء شنو؟ OH H H O H. شلنا ال OH بقت لي H، من أزيل H؟ من هاي لو من هاي؟ من الذرة المجاورة هاي لو هاي؟ من C التي تحتوي على H أقل، يا هي تحتوي على H أقل أهاية، فيصير يطلع لي مي. زين أنا زلت من نانا OH ومن نانا H، خلي بمقارهم عاصر مزدوج، فيصير CH3 CH عاصرتين CH لأن زلت منها H. هناك اخذنا الالكين، تذكرون هذا الالكين، طبعا الالكين قلنا نفاعل ويا هيدرو ويا ماي ينطي كحول، هنا بزلت الماي رجعت الالكين، هاي التفاعل سهل جدا. ناخذ تفاعل ثاني، اللي هو الاستر فورميشن. شنو استر فورميشن؟ الكحول يتفاعل ويا كاربوكسيليك اسيد ينطيني استر. شنو هو الكاربوكسيليك اسيد؟ كاربوكسيليك اسيد اللي يحتوي على المجموعه الوظيفيه هاي اسميه كاربوكسيليك اسيد، هاي المجموعه الوظيفيه اسميها كاربوكسيليك اسيد. يجي الاستر، يجي الكحول مثل CH3 OH يتفاعل ويا CH3 C double bond O، تتفاعل هاي الـ OH ويا هاي الـ OH تطرح مي. طبعا الاستر هاي المجموعة الوظيفية مالته، تمام؟ هاي يسموه استر. OH ويا OH شن طرح مي؟ H2O. راحت هاي الـ H، راحت هاي الـ H، راحت هاي الـ O، شنو بقى؟ بقى الـ O. يجي الـ O يرتبط هنا، يصير CH3. خلنا ننزل مركب C double point O، هذا نزلته، نزلت الـ O مالته، يجي CH3 يرتبط بيه، كوني استر، تمام؟ راح ناخذ التفاعل الثالث وننتبه عليه، الأوكسيديشن. عملية تحضير الكحول ايش أخذنا؟ أخذنا الريدكشن، وقلنا إنه الريدكشن هي إضافة الـ H، فنحول الألدهايد إلى كحول ونحول الكيتون إلى كحول. هنا بالعكس، ارجع الكحول الى الالدهايد او كيتون.
الالديهايد من سوينا بها ريدكشن شن طاري كحول اولي، الكحول الاول من اسوي به اوكسيديشن يرجع لي الديهايد، والعكس صحيح بالنسبه للكحول الثانوي هي يسموه اوكسيديشن اضافه الاو شوف او ازاله الاتش عفوا. هذا شنو الكحول مرتبط بالتو اتش اولي من اسوي له اوكسيديشن ايش راح يصير؟ تحول الى الديهايد. شلون يتحول الى الديهايد؟ يطير ذني الاتش اللي حطيتهم بالريدكشن اطيرهم هن اثنين فيصير سي اتش 3 سي بقعة او اتش. زين الكحول الثانوي اطير 2H هذا من يسوي الاكسيديشن ايش راح يبقى؟ CH3 C double bond O CH3. زين الكحول الثالثي، الكحول الثالثي من اسوي الاكسيديشن نو رياكشن. ليش؟ هو ما بي اصلا ولا H. من ازيل H؟ انا غير ازيل H ين. زين H الثاني من ازيله؟ هو ماكو، فما يصير له تفاعل. زين اكمل الكحول الثالثي ما يصير له تفاعل مثل ما اتفقنا تمام. هسه الاكسديشن الاولي عرفنا شيء كمون والثانوي عرفنا شيء كمون، راح ناخذ الايثر فورميشن بوقتنا ان شاء الله. الايثر فورميشن، الايثر هاي مجموعه ايثر او يربط من جهه سي ومن جهه سي يسموه ايثر. الايثر يتكون من تفاعل جزيئتين كحول. اجيب كحول افعل ويا كحول يتفاعل هذا الاو اتش ويا هذا الاو اتش يصير يطلع او اتش ومن نانا او اتش طلع لي ماي. شنو يبقى لي؟ يبقى او سي اتش 3 فتيجي سي اتش 3 او ترتبط بهاي سي اتش 2. هذا ايثر لورا كون الايثر. هاي بالنسبه للرياكشن خلصت. راح ناخذ الاكسديشن او ذا كحول اللايدين سيستم هو اخر موضوع. يقول لك ذا اكسديشن او ذا كحول از امبورتنت رياكشن ان لايدين سيستم انزيم كولد اب ديهيدروجينيز كاتاليز رياكشن. هذا فد اوكسيديشن يصير داخل الجسم فيحول الكحول داخل الجسم عن طريق الديهيدروجينيز انزيم. اون اكزامبل اوكسيديشن اوف مايليت تو اوكسالو اسيتيت. هذه العمليه تحدث وين؟ بالدوره كريب سايكل. المايليت دحق للمايليت هو شنو؟ المايليت سي مالك هاي بتصير بداخل الجسم شغلة تاخذوها بالحياتية. هو C من جهة مرتبط OH من جهة COOO من جهة H من جهة CH2COO تمام. الOH مرتبط بC والC مرتبط بوحدة H. هذا شنو؟ الثانوي. من أسوي الأكسيديشن شنطيني يطير الH يطير الH هنا ويصير عصر مزدوجة يكون لي كيتون عفية. هاي الرياكشن يكون سيسبتبول تو اكسجين. هذا التفاعل يصير بوجود الاكسجين والاكسجين موجود بداخل خلايا جسم الانسان. الى حد هنا انا اتوقع خلصت الملزمه ان شاء الله ما فيها صعوبه. اذا عندكم سؤال فاني حاضر ان شاء الله. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.